وأيضا لدينا مشاهد لاعتراض صواريخ شمال طبرية مشاهدينا نتابعها على الشاشة بحسب ما وردنا. إذن نتابع وإياكم على الشاشة مشاهدينا مشاهد لاعتراض صواريخ شمال طبرية. إذن كان هناك استهداف لصفد، والآن هذه إذن على ما يبدو طبرية. إذن تابعنا وإياكم هذه المشاهد مشاهدينا للاستهدافات لمنطقة طبرية، وقبل قليل أيضا لصفد، على ما يبدو أنها استهدافات من حزب الله لهاتين المنطقتين. ونعود مجددا لمتابعة هذه المشاهد من طبرية لاعتراض صواريخ. بطبيعة الحال مشاهدينا سنتابع وياكم أي مشاهد تريدنا حول الاستهدافات من حزب الله لهذه المنطقة. إذن نتابع هذه النشرة مشاهدينا، ولدينا أيضا في أخبارنا أعلنت القيادة الأمريكية المركزية مقتل 4 من قادة تنظيم داعش الإرهابي في غارة مشتركة مع قوات الأمن العراقية في غرب العراق. البيان الأمريكي قال إن العملية التي نفذت في 29 أغسطس أسفرت عن مقتل 14 عنصرا من داعش، من بينهم أحمد حامد العثاوي المسؤول عن جميع العمليات في العراق. وكشفت الولايات المتحدة عن إصابة 7 عسكريين في العملية. إذن نعود مشاهدينا لمتابعة المشاهد لاستهداف الصواريخ في طبرية كما نتابع وإياكم. إذن هي اعتراض صواريخ في شمال طبرية تحديداً.